فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا انتهى من طواف الوداع ذهب لشراء الهدايا لأهله وأقاربه. حوائج السفر ما يخالف، لو شراها بعد الطواف ما يخالف، هذه حوائج السفر، أو يشري طعام للسفر أو يشري حاجات السفر ما في مانع، إنما إذا اشترى شيء للتجارة هذا هو اللي ينقض الوداع. نعم.